آخر مستجدات قضية برنامج بلادي مع القناة الأولى هو الحكم النهائي اللي صدرته المحكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية للاستئناف بالرباط، وليأكد الحكم المحكمة الابتدائية والذي أقر بأن هناك تلاعبات وبأن هناك خروقات في صفقات التي تقوم بها الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة، والمحكمة قررت بأن الصفقات غير قانونية، بأن الطريقة هي طريقة غير قانونية للتعامل مع شركات الإنتاج، ولهذا فالمحكمة نصفت برنامج بلادي وقررت بأن قرارات اللجنة هي قرارات جائرة وتمر بطرق غير مشروعة. فهذه ماشي هي نهاية المشوار. احنا ناس اللي خدمنا في التلفزة لمدة 25 سنة وعندنا غيرة على التلفزة وعندنا غيرة على المنتوج الوطني، بغينا نحسنوا المنتوج الوطني. الإدارة غير ما مرة تكلمنا معهم، تحدثنا معهم، قلنا ودي هادشي تديروا راه ماشي معقول، هذه راه ماشي طرق سليمة في التعامل مع المنتجين. ولكن المنتج أو الشركة لما تتستف أمامها جميع الأبواب فطرقنا باب العدالة، والعدالة قالت الكلمة ديالها والكلمة واضحة. صفقات العروض التي تقوم بها الشركة الوطنية هي صفقات ملغومة، صفقات غير مشروعة، وهذا بداية المشروع، هذا حكم نهائي. المحكمة الاستئناف أكدت الحكم الابتدائي، إذن هذا حكم نهائي. وإضافة إلى ذلك فالمحكمة قررت بغرامة مالية، وتنأكد المسؤول ديال الشركة الوطنية للتلفاز المغربية أن هذه الغرامة غتمشي للدور الشيوخ أو الملجأ الخاص باليتامى أو لجمعية ديال الإحسان. ما درناش، ما مشيناش المحكمة باش ناخدو غرامة أو باش ناخدو الفلوس، ولكن باش تعطينا حقنا، وفعلا حصلنا على حقنا. باش نرجع التلفزيون، هذا ممكن نرجع التلفزيون لكن بظروف سليمة، باحترام المهنة واحترام المهنيين. المهني في المغرب لا يحترم من طرف الإدارة، وما يمكنش مهني يعطي أحسن ما عنده إلا ما كانش هناك احترام وتقدير للعمل دياله. فمرة أخرى تنشكر القناة ديالكم على المتابعة ديال هذه القضية هذه، وانتم عندكم السبق، لأن هذا أول خبر، انتم أول قناة حصلتي على هذا الخبر اللي هو خبر رسمي، ونمكنكم من الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. Yo.